ماذا تبقى لصفقة القرن يعني من مفاجآت؟ ماذا بقي لا بعد لا، هذه ذلك؟ هي كلها خطوات تنفيذ بما يسمى بصفقة القرن، هي كلها خطوات كانت تقوم بها إسرائيل، لكنها ليس بهذا التسارع، لأنه كانت الإدارات الأمريكية التي قبل هذه الإدارة تقول أنه قد لا يخدم التسرع في تنفيذ هذه الخطوات، يجب أن يتطلب وضعا معينا في العالم العربي لقبولها. يعني لكن القدس، أستاذة لميس، ألا تعتقدي أن هذا القانون بما يتضمن والمكنون الذي يختزله يعني يكفي أكثر من صفقة القرن إلى الكيان الصهيوني اليوم؟ هو أهم شيء فيه برأيي هو إنكار حقق المصير للشعب الفلسطيني، يقول إنه لأول مرة إنه تحقق المصير فقط محصور باليهود. يعني هذا لا يتوافق مع أي قانون دولي، مع أي اتفاقيات دولية، وهذا يعني يؤدي، يعني أنا اللي أخاف منه أن تكون هناك مجازر أكبر من التي رأيناها، يعني عمليات إبادة. هذا هو الذي يعني الذي يحدث بغزة هو إبادة بصراحة تدريجية، وتشويه للشعب الفلسطيني، وخلق جيل مشوه جسديا، حتى مع انه الشباب احييهم على نفسيتهم. جميعنا نحييهم ايضا. ننتقل اليك دكتور منذر، هناك الكثير من السيناريوهات، وكما تعلم الجميع او كل شخص يرى